اسمعه كده، لان دي تبدو لعبة اطفال. فبتعمل بيها ايه؟ ديت دي فيها نغمات اصلا معموله جاهزه، بس طبعا للاسف عشان بيبقوا اطفال ف ما بيعرفوش يوصلوا لها. فانا يعني بحاول قدر المستطاع. انا ما بعملش فيها اختراع، بلعب بالنغمات المتاحه قدامي بقى، انا محكوم. فعندي معايا واحده اهيت بجرب بيها جزء اسمع حضرتك.